السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا الدكتورة شيماء عاشور، مدرس بقسم الهندسة المعمارية بمعهد الكينج ماريوت، ومعانا في بيم أريبيا، ومشاركة في مبادرة تدريب الطلاب على البيم، وإن شاء الله نعمل مشاريع كويسة بإذن الله. والنهاردة هتناقش إزاي نعمل المباني من خلال البيلدينج إنرجي كود بتاع مصر، الكود الطاقة، وازاي نستخدم البيم في الموضوع دوت. ودي محاضرة ان شاء الله محاضرة قوية بإذن الله. وارحب بكافة الحضور واساتذتي الباشمهندس محمد الفران ودكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم عطية ودكتور محمد الفران، اساتذتي الكبار يعني مشرفينا بالحضور. دكتور شيماء، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. تمام، هبدا اهو في الموضوع على طول علشان كمان عندنا محاضره مهمه بعد محاضرتي. طبعا كان في محاضره سابقه عن الديزاين ستيبس، عن ازاي ان انا اقدر او اعمل دليل معماري على اختيار البدائل التصميميه لغلاف المبنى السكني. وتكمله للموضوع، فانا بتكلم عن 3 مراحل. المرحله الاولانيه هي نمذجه المبنى، والمرحله الثانيه هي اختيار البديل دوت، وبعد كده استخراج التقارير الخاصه بالنموذج. اختصارا، هو عباره عن عدد من الخطوات اللي بتتم، زي اللي هو انشاء المبنى في ال 3D، بعدين اعدادات محاكاه الطاقه او نماذج الطاقه، اختيار موقع المشروع، اعدادات الاعدادات الخاصه باليونتس نفسها والخامات البنائيه. بعد كده بنخش على الجزء الاناليسيس، تحليل، وبعد كده بنراجع التحليل الحراري للمبنى. عندي برضو في المرحله الثانيه اللي هتكلم عنها النهارده، دي عبارة عن 3 خطوات. الخطوة الأولانية اللي هي تعيين المعادلات والمعاملات الخاصة بكود الطاقة، والخطوة الثانية استخدام المعادلات الحسابية اللي هنستبعد باستخدامها نتائج بتدينا أقرب النتيجة الأقرب للبديل المطروح أو المقترح. ثالث حاجة، إدراج النموذج في برنامج المحاكاة، واخترت برنامج الإنسايت 360 لأنه بيحقق اشتراطات الكود الطاقة الأمريكي ومعايير الاستدامة، وبيقيس نسب معيارية بترشيد الطاقة للمبنى. طيب، في الخطوات زي ما قلناها كده، هم ال3 خطوات دول دي هتوصلنا لايه؟ هنقدر ان احنا نوصل لنموذج في مرحله ال 6 دي، احد مراحل او مستويات البناء. طيب، احنا عندنا هنا في تطبيق كود ترشيد الطاقه في المباني السكنيه، وركزت على المباني السكنيه لان هي بتحقق او بتصل نسبه الاستهلاك فيها ل 43%، وده حسب احصائيه في 2030 عندنا طبعا في مصر. وغير كده ان كمان الكود الطاقه غير منفعل بشكل كبير، فطبعا وجدت ان دراسه كود اشري الطاقه الامريكي ده ممكن يضيف، لان هو يعني يعتبر الاساس في اكواد كتيره للدول، وكمان هو مؤشر قياس الطاقه في برامج التحليل الحراري كتير، منهم البرنامج اللي استخدمته. بالنسبه للكود، طبعا دي بتبقى الاكواد دي عباره عن قياس او معايير بتستخدم قياسيه علشان نوصل او نحدد الحد الادنى للطاقه او لترشيد الطاقه قد ايه في باستخدام المعادله دي او المعامل دوت. طيب، احنا عندنا هنا الكود الامريكي اشتغل على 3 مسارات او انظمه. الاول، معرفه ان هو تم انشاؤه او استخدم، يعني تم انشاؤه 1894، واستخدم اول استخدام ليه كان 1975. تم بقى تطويره بعد كده لغايه استخدامه 2016.
اعتمد على 3 أنظمة. النظام الأول حاجة اللي هو الإرشادي، وبعد كده في نظام مسار التناوبي، وده اللي استخدموا الكود المصري النظامين دول. بس هو زود على كده، هو نظام ثالث اللي هو نظام اسمه الأداء المقارن، هو بيقارن ما بين المبنى في حالته الحالية أو في مكانه الحالي بمبنى اتعمل في نفس المكان أو يعني زيه شبيه ليه في منطقة حرارية معينة. بالنسبة للكود المصري فهو زي ما قلنا هو بيحدد معايير أساسية ومهمة في عناصر المبنى، زي تصميم المبنى، الغلاف الخارجي، الإضاءة الطبيعية والصناعية، نظم التكييف والتشغيل. وإحنا طبعا اشتغلنا على جزء اللي هو الخاص بالغلاف الخارجي للمبنى. طبعا زي ما وضحت هو بيشتغل على نظامين اللي هو نظام الإرشادي ونظام التناوبي. النظام الإرشادي دوت اللي هو بيعمل على معدل زيادة المعامل دوت واختلافهم ما بينهم وما بين بعض في البدايل. النظام التناوبي دوت ده بيحط نظام قابل للاحتمالات. نظام قابل للاحتمالات يعني عبارة عن معادلة في معاملات كتيرة جدا تطبيقها بيؤدي إلى رقم معين، هو ده، وهو الأشمل. يعني النظام التناوبي هو مسار أو موجود منه من داخله النظام الإرشادي. طيب النظام اللي احنا عايزين نوصل له إيه اللي هو الأداء المقارن ده، هنستخدم فيه برمجيات البي اي ام علشان نقدر نوصل لدوت. طيب علشان برضو نبقى واضحين، فإحنا لو اتكلمنا عن الاستراتيجية اللي بتبص لها الدولة مع الزيادة السكانية اللي ممكن توصل ل140 مليون نسمة يعني 2050، وده هيسبب زيادة كبيرة في المساحات المبنية وزيادة الطلب على الطاقة ومصادر الطاقة واستنفاذها. فإحنا الاستراتيجية بتقول إن لازم نبتدي إن إحنا نحط معايير أو يعني تطبيق نظم لتطبيق الأكواد ديت في مرحلة التصميم بعد التنفيذ، ونبتدي نطور من قدرات المختصين لفحص الأبنية باستخدام الكود. نقطة مهمة كمان هي إن الكود حاجة أو النظام الأخضر المصري مثلا قال إن هو ضرورة تطبيق الكود ترشيد الطاقة المصري بصورة إجبارية كشرط لتحقيق عناصر الاستدامة في المبنى. ومش بس كده، كمان في نصوص من اللائحة التنفيذية ولائحة قانون البناء المصري. طيب بعد الدش الكتير دوت هنوصل لنقطة اللي هي الأهم، إزاي نقدر نربط ما بين المعادلات الطاقة ومعايدات النموذج أو المبنى المراد تصميمه، وإزاي أقدر أقيس مقدار أو مقدار الترشيد أو الوفر في الطاقة في المبنى الجديد، زي مثلا مباني الموجودة في العالمين الجديدة. اختصارا برضو للوقت، الجدول اللي امام حضراتكم ده عباره عن مساحات لواجهات احد المباني الموجوده داخل العالمين لمبنى مقاولين العرب، وده مكون من 38 دور لتغطيه زجاجيه ضخمه استخدموا فيه الازاز اللي هو المزدوج العاكس للحراره، وخرسانه اللي هي الجي اف ار سي. والمواصفات ديت هي اللي احنا بنشتغل عليها او على اساسها. مثلا دي كانت من المواصفات العامه للمبنى، و دي مواصفات مثلا الجدول من جدول النوع الازاز. وبيبقى عندي هنا مثلا عينت هنا مثلا ده النوع الازاز المستخدم، و حطيت حوالي 20 حالة مختلفة من أنواع المختلفة علشان أقدر أقارن ما بينها، هل البديل أو اللي هم استخدموه ده الأفضل ولا في أفضل منه. طبعاً عندي هنا
المقاومه الحراريه، الانتقاليه الحراريه، اليو فاليو، الار فاليو، ده النقاط اللي ممكن اللي موجوده او اقدر انمزجها على برنامج الريفت، واللي اقدر استخدمها في الكود، كود الطاقه اللي هي الارقام ديت. طيب انا ليه بعمل كده؟ طبعا انا عندي هدف ان انا بقلل التكلفه وبقلل الحمل الحراري، ودي نقطتين مهمين جدا بيدور عليهم اي حد بيشتغل دلوقتي على مشروع بيفكر ازاي نتجه لناحيه الاستدامه. عندي هنا الشاشه ديت، انا كده رجعت لي حاجة بسيطة جدا في المحاضرة اللي قبل كده، هي الإعدادات بتاعت خامات المبنى أو إضافة الخامات بتاعت المبنى، وإن لازم دوت يكون لكل كيس عندي هحددها. يعني مثلا هنا أنا لو جيت على أساس الشغل، فأنا عندي قيمة السكنس بتاعت الخامة، وعندي أهي اسمها، عندي المعلومات الكاملة عن الماتيريال ديت، سواء بقى أنا بضيفها أو هي موجودة، فدي الحاجة اللي أنا بستخدمها بعد كده أو بتكمل، وهي دي فرصة دمج أو استخدام النمذجة بتاعتنا أو برامج بتاعتنا مع الكود. دي هي الفرصة اللي ممكن نستغلها. ده برضو حالة تانية، طبعا هم متسميين هنا بأسماء اللي هي موجودة في الجدول، ودي الأنواع المستخدمة ودي البيانات الخاصة بها. نرجع تاني هنا للمعادلة اللي كنت بتكلم عن المعادلات الموجودة في الكود. طبعا المعادلات يعني كتير جدا، بس احنا الواحد بيركز على معادلة معادلتين، لما يحققهم يبقى وصل لنتيجة افضل. طب ايه هي المعادلة اللي هي الـ OGDV او النقلة الحرارية؟ ده معدل انتقال الحرارة للحيز، وده مبني على معادلات او معاملات كتيرة جدا. الكود بيقول ان القيمة بتاعت الـ OGDV ديت المفروض مثلا في اقليم زي الساحل الشمالي دوت هي ما بتزيدش عن 40، او القيمه الحد الادنى للافضل هي الـ40 ديت، تمام؟ فانا على الاساس دوت هشتغل على اني انا هحدد. دي طبعا معاملات ثانيه او استخدمتها موجوده داخل المعامله اللي هي النظام الكبير اللي هو التناوبي دوت، داخله النظام اللي هو الارشادي اللي هي المعاملات الصغيره. هنا انا ببتدي ان انا استخدم برنامج زي برنامج الاكسل، بحيث ان انا لو جيت على الفيجن 1 ديت هبتدي ان انا اخد الكيس بتاعتي، اضرب المعادله بتاعتي، اطلع النتيجه بتاعت الـ OGDV زي هنا باين او واضح في الصوره. كل وجهه من الوجهات، طب ليه كل وجهه من الوجهات؟ علشان ابتدي اقيس واقارن ايه افضل نتيجه وايه افضل ماتيريال. بعد كده ابتدي اخد الواجهه الاكثر تعرضا مثلا للحراره او للشمس. فانا طبعا الكيس بتاعتي هي طلعت نتيجه كويسه جدا، لان هي تعتبر اقل من ال 40، وبرده على اساس دوت هنبتدي ان احنا نقيس على مستوى الحد الأدنى بقى، ونبتدي نشوف إيه النتائج الأفضل في النظام، بحيث إن أنا بعد كده هبتدي إن أنا في كل وجهة من الوجهات أعمل نفس الموضوع علشان أوصل لأفضل نتائج. دول الأربع وجهات بتوعي. طيب بعد كده انا طلعت ايه؟ طلعت هنا حصر للبيانات الموجوده في حالات معينه هي الافضل في الوجهات الاربعه. ابتديت دلوقتي اشتغل على وجهه اللي هي رقم 3 اللي هي معرضه اكتر للحراره وللشمس. همشي بعد كده للستيب الثانيه وهي المعادله الحسابيه. المعادلات الحسابيه ديت هي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان هي بتقرب لي من البديل المتوقع او المطروح. يعني كل ما انا استخدمت معادله من دول في ان انا اقرب او اعمل المعادله ديت، انا قللت من نسبه الخطا او من البيانات اللي انا عايزها. يعني مثلا هنا بطريقه ثانيه، ده اسمه الخط ده اللي هو المعدل او الخطأ الانحراف اللي بقيس عليه النتائج بتاعتي.
وببتدي ان انا اشوف ايه الكيسز البعيده عن الخط دوت واستبعدها، والنتائج القريبه هي دي اللي باخدها في المرحله الثالثه، تمام، علشان اقدر ان انا كل شويه اوصل لبديل افضل، كل شويه اوصل لبديل افضل بطرق مختلفه. طبعا دي طريق، دي نظام او طرق معينه بتوصلني لحاجه. في طبعا اكيد لو الكيسز ممكن توصل ل 100 ل 200، ده بقى هيساعدني اكتر، يعني كل شويه ما بتقل، بس انا واخده عدد معين عشان اشتغل عليهم. طيب هنا في فيديو بسيط عملناه الاول، احنا عملنا برمجه للمعادلات بتاعت الكود ديت على الريفت، بما ان انا عندي المعاملات يبقى انا اقدر احط معادلات بحيث ان انا اسهل على المستخدم الفكره ديت، او ان هو يطبق بدل ما يلف حوالين نفسه في برنامج الاكسل، لا باسلوب بسيط جدا ممكن احققه. انا عندي هنا مثلا، هنا هيوضح الفيديو عندي ازاي ان انا عملت اد. طبعا دي بمساعده مبرمج باشمهندس مصطفى، زود هنا الاو تي تي في على برنامج الريفت، وابتدينا هنا نحط المعادلات واسهى المعادله بتاعه الاو تي تي في ونسبه اللي هو خط التحيز او نسبه الخطا اللي هو الام بي. طبعا انا عندي هنا الواجهات المختلفه، الرقم بتاعها بالكيس بتاعتها، وعندي المعادله مكتوبه تحت، اقدر اغير في اي قيمه من القيم لو هي اتغيرت، او ازود او اضيف اي كيس جديده، وبالتالي هيغير لي برضو في الشارت الموجود قدامكم ده اللي مقارن ما بين الاو تي في والام بي اللي طلعنا، واللي هنشتغل بعد كده على يعني المرحله اللي بعديها بقى على ان النموذج دوت كده انا خلصت خلاص، هبتدي ان انا اخد اقل البدائل، هبتدي ان انا اخد البدائل اللي وصلت لها وابتدي اشتغل عليها في الانسايت 360. طيب الستيب الثالثه طبعا برضو هنفضل على نفس الفكره، البرنامج بتاع اللي هو الخاص ب انسايت 360 ده بيساعدني ان انا اوصل لاقل حمل حراري وترشيد الطاقه والجزء بتاع الكوست. في البرنامج دوت هو برنامج مميز جدا ان هو موجود، تقدر ننزله على برنامج الريفت موجود في لينك، وممكن مشكورا باشمهندس عمر ينزل لنا اللينك والمحاضره برضو يا باشمهندس. والبرنامج دوت بيساعد، بيميز بايه؟ ان هو دكتور شيماء الصوت فاصل، صوت الدكتورة. تقريبا في مشكلة، أنا هحاول أتصل بيها حالا. دكتورة شيماء، البرنامج هو حد صممه مخصوص لينا، يعني حد صديق صممه لينا، فمش فاكر هو اداله اسمه ولا لا.
دكتور شيماء، ايوه انا اسفه جدا. اتفضل. لا مش مشكله، اعملي شير سكرين بعد اذنك. تمام. طيب وصلنا لايه؟ لان انا ما اعرفش هو قطع امتى هو كان الشاشه. البرنامج اللي مصطفى عمله، مصطفى لا ده احنا يعني كان الستبس ديت لسه، ده اللي معلش، اعمل وصلنا شير صح؟ سكرين، اعمل شير سكرين بس بعد اذنك. برضه حاضر. ثانية واحدة. اوكي فين؟ ايوه كده تمام. ايوه طيب انا بس عايزة اوصل يعني، هل هي وصلنا دي للحاسة الشريط بقى اللي بعديها على طول ان شاء الله. ايوه اللي بعد؟ معلش تمام. معلش، ممكن تفتحي ادنس عشان نشوف مصطفى كان مسميه، مصطفى كان مسمي كده البرنامج بتاعه ايه؟ يعني. تمام، اصل ده فيديو. فهمت. خلصت، ماشي كملي. شكرا دكتور. ده كان كنا مش البرنامج نفسه، هو كان معامله على سي شارب اللي انا انا عارفاه، هو فاكر. معامله على سي شارب، لكن اسم البرنامج نفسه هو كان عامله مخصوص، هو انا هحاول مسميه. اكلمه انا هحاول اكلمه ان هو يوفره لو حد عايز البرنامج دوت نستاذنه يعني. هو يعني ما عندوش مشكله بصراحه، لانه هو ده هيساعد كتير من باذن الناس اللي الله لو اي بتشتغل. حد عايز البرنامج ان شاء الله هحاول اوفره. تمام، اتفضل يا دكتور. تمام. طيب اللي بعديها، الاستاب اللي بعديها، احنا بنتكلم دلوقتي عن برنامج اللي هو التحليل الحراري، واللي استخدمناه هو برنامج انسايت 360. طبعا ده مميز عن غيره، لان هو اولا لو انا عندي الشغل بتاعي او المبنى او النموذج بتاعي هو شغله كتير قوي، فانا جهازي ممكن ما يتحملش ان هو يعمل التحليل بتاعه الحراري، فهو بيديني امكانيه ان انا اعمل دوت على الموقع بتاعه. و كمان في نقط، مثلا نقاط تانية زي مثلا ان هو بيتعامل، ثانية واحدة كده، برضو ده هنا برضو فيديو علشان يجيب لي زي هو بيقدر ان هو يتعامل مع النقاط اللي بيتعامل بيها، زي مثلا تحليل الإضاءة، الحرارة، التحليل الشمسي، وكمان هو في جزء تابع للليت بيقيم على أساسه. فهو برنامج مميز جدا، بيدي نتائج برضو كويسة، بتساعد في القياس ومربوطة للكود. طبعا الحلو برضو فيه ان هو بيتعامل مع غلاف المبنى، مباني، البرامج كتيره جدا بتشتغل على البلان بس كده، لكن الغلاف نفسه بتاع المبنى بيبقى ما بتساعدش، فهو ده برضو بيساعد في تحليل الغلاف او بيتعامل معاه. وفي كذا منطقه حراريه بيتعامل معاها، وده احد متطلبات قود الطاقه الامريكي. هنا باين اهوت النقاط بتاعت الليد، وبيبتدي بعد كده نرسل لهم بحيث ان هو يتم التحليل على خلال الموقع، وبعد كده بيتم ان هو يوصل لي دوت على من خلال الايميل، من خلال لينك بدوس عليه بيدخل لي على الموقع بتاعي وبيديني النتائج. كمان هو بيقدر ان هو بيعمل لي معايره لمعايير الاستدامه، وتحليل متوسط التكلفه، ودي الشاشه اللي هي بتبقى على الموقع او اللي بندخل بعد كده عليها، بيقيس لي الكوست انرجي، وكمان الهيستوري بتاع الموديل اللي هي مثلا السابقه اللي عدت على ايه، التغيرات اللي حصلت في المبنى. بيقيس هنا لو ناخد بالنا هنا مثلا هو محقق هنا قد ايه، لا هو بيقيس لي كمان لكل مسطح متر مربع، هنا بيقيس لي بمعدل الطاقه ومعيار الاستدامه والحد الاقصى الادنى والاقصى للطاقه. هنا عندي المبنى بتاعي اهوت محقق لي طبعا نسبه كويسه جدا، اللون الجرين دوت يدل على دوت، وقيس لي هنا محقق لي ايه في النظامين، و برضه بيديني يعني مقترحات او نظم اضافيه ان انا لو غيرت فيها او عملت كذا او كذا او كذا، فهو هيديني توفير في الطاقه بصوره افضل. نبتدي هنا على جزء مهم جدا، هو
المقارنه ما بين البدائل، فنبتدي دلوقتي ان انا هقارن ما بين كل بديل استخدمته او اشتغلت عليه. طبعا انا ممكن بقى اقلل البدائل بما ان انا وصلت الاقل، فانا ممكن استخدم الاقل مش كل دوت. ده هيوصلني لمقارنه ما بينهم، ويبتدي هنا يقول لي انا قد ايه قدرت ان انا اوفر في الغلاف دوت لكل متر مربع من الطاقه، يبقى انا هقدر ان انا اختار افضل بديل منهم. والجدول دوت هو حصر للنتائج او كل يعني كل دوت انا كل اللي فات دوت انا حطيته في الجدول دوت، بحيث ان يبان عندي النسب، وطبعا معتمده بشكل كبير على اليو والار فاليو. وهنا بان ان توفير الطاقه او الجزء اللي هو في توفير الطاقه في البديلين دول هم الافضل، طبعا 10 ده بتاعنا، واللو انرجي ده الافضل، وهو فعلا الافضل على الاطلاق لغايه دلوقتي، بس هو تكلفته طبعا اعلى. هنا بعد كده تقريبا في كده جدول، في جدول بس هو اللي كان في حساب التكلفة تقريبا. الجدول ده يعني مش محطوط، هو بيعمل حساب للتكلفة ويبين ان البديل دوت هو بالمقارنة من بقية البدائل التانية هيوفر لي نسبة قد ايه. وبالتالي بعد كده هنوصل لاخر نقطة اللي هي متطلبات النموذج، وده تقارير بقى يعني مثلا عن اداء المبنى والاقتراحات اللي ممكن تضاف بيها، يعني ايه اللي انا طلعته من الجداول دي، بحيث ان ده يفيدني يبقى انا عندي كده صورة للنموذج ومقترحاته، وطلع لي بالارقام وحساب التكلفة وحساب الطاقة، وكمان ممكن اقدر ان انا دكتور شباب معلش الصوت بعد اذنك كده كويس. الصوت واطي كده كويس؟ تمام دكتور اتفضل. تمام. يعني هقدر ان انا يعني في المرحله النهائيه او في النهائي دوت اقدر ان انا اعمل تحليل متصل عن النماذج. معلش يا دكتور الصوت واطي، معلش المايك بس. مش عارفه ايه. الو معلش يا دكتور قرب بس المايك. ما فيش صوت. الو دكتوره. بعتذر على انقطاع النت. أنا صوت الدكتورة هتدخل الحالة. Thank you.
ده يا دكتور. اسفه جدا بس عندي مشكله في الانترنت فدخلت من الموبايل، بس هو تقريبا كده يعني احنا وصلنا المرحله الاخر، مرحله اللي هي تقارير النموذج، وبعد كده التقارير ديت بيتم عرضها بقى بالاختيار نتيجة ان احنا وصلنا للنموذج او الحل الامثل او البديل الافضل يعني. تمام دكتورة، يعني كده نبدأ الأسئلة. اتفضل. طيب لو بعد إذنكم لو أي حد عنده سؤال يعمل راس هاند. دكتور محمد الفران، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس عمر؟ ألف ازيك شكر يا ليك دكتور؟ يا دكتورة شيماء على المجهود العظيم ومجهود بيم أريبيا المستمر ما شاء الله، ومن أول يعني جائحة كورونا ربنا يحفظنا جميعا منها، والمجهود عظيم. ودايما كل مرة بحضر فيها المحاضرات ما شاء الله يعني بتعرف على حاجات كتيرة وبتعلم على حاجات كتيرة، ومن ضمنها المحاضرة بتاعت النهاردة اللي هي ان احنا بدأنا نخش كمان في مصر وفي الوطن العربي لفكرة الطاقة وتوفيرها في التصميم المعماري. ويمكن كان اول حاجة فعلا، ان يمكن الواحد كان اشتغل فيها لفترة بس يمكن كان بره مصر والوطن العربي من اكتر من 10 سنين، ان الاكواد نفسها الديزاين كود والمباني نفسها بالذات من اول الميد رايز بيلدينجز للهاي رايز بيلدينجز بره، بالذات في القطاع الكوميرشال والاداري از ادمنستريتيف، ما بقتش تاخد رخصه اصلا غير لما تاخد اللين انرجي سيرتيفيكت بتاعتها. فانا سعيد طبعا بالمحاضره بتاعت بام اريبيا النهارده وبتاعت الدكتوره شيماء، ان ما شاء الله في مجهودات بتبذل في مصر والوطن العربي في هذا الاتجاه اللي الواحد شايف ان هو لا ده بالعكس، ده هو بيوفر فعلا زي ما الدكتوره شيماء كانت قالت توفير طاقه وتوفير تكلفة وبأشكال كتير جدا. ولهذا يمكن أنا بحيي طبعا باشمهندس عمر ودكتورة شيماء، بل بالعكس ده أنا بطالب إن يبقى في سيشنز أكتر للأرشيتكت بالذات، سواء الطلبة أو اللي بدأوا يشتغلوا، إن الموضوع مش موضوع ديزاين وبس وكونسبشوال ديزاين وديتيل ديزاين، لا ده كمان اختياره للماتيريالز وإزاي أقدر أحط البرنسبل بتاعت الإنرجي سيفنج دي كلها، دي أعتقد إن هي مهمة جدا يعني. جزاكم الله خير يا دكتور، الله يكرمك. احنا ربنا عندنا بس يخليك. في محاضرة بعد شوية، فتقريبا هناخد الأسئلة ربع 10 دقايق كمان، وبعد كده اتنين المحاضرة الجاية. ف تمام. ازيكم لا بس. انا هو بس الريكومنديشن، ما فيش سؤال صراحة، هو بس كان ريكومنديشن الله لحضرتك يكرمك يا دكتور. من اريبيا ان احنا نوسع الموضوع بس فيها. شكرا، ميرسي الله يكرمك يا دكتور. لحضرتك، والف شكر يا دكتورة شمال. ألف محاضرة يا دكتور. شكرا. في سؤال لحضرتك يا دكتورة، السؤال بيقول ايه هي الأنظمة اللي بيعتمد عليها تطبيق الكود المصري لترشيد الطاقة الغلاف الخارجي للمباني السكنية؟ بس عايز كده هتغشش ايوه الناس. ايوه 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 احنا فاهمين. نعم. طيب احنا قلنا في المحاضرة على النظامين، اللي هو النظام الإرشادي والنظام التناوبي، دول اللي هم مستخدمين واللي احنا بنشتغل عليهم في المعادلات، وبعد كده بنبتدي ان احنا نشتغل علشان نوصل للأداء المقارن اللي احنا بنتمنى ان هو يتم في مصر، هو بالبي اي ام. فعندك اثنين اهو، اكيد مش هجاوب على السؤال الثاني. انا بقرا الاسئله. تمام يا دكتور. طيب دكتور ابراهيم. السلام عليكم يا دكتوره. وعليكم السلام. الله يبارك سعادتك. انا من ضمن الاسئله كنت بعد اشرت فيها حضرتك الثيرمال اناليسز، كنت حابب ككوست وايز يعني تديني فيجر كده ارقام، لما انت عملت الدراسه وصلت الارقام معاكي بالكوست من ارقام مثلا قولي سي كام مليون لكام مليون، وهل استخدمت الفاليو انجينيرنج في الدراسه واستخدامات الطاقه الطبيعيه معاكي ولا لا في المشروع؟ تمام. هو كان الموضوع كله تحليل، انا وانا ما غيرتش من انظمه معينه، وكل الموضوع ان انا كنت بدرس خامات، بشوف الخامه ديت مثلا كانت تكلفتها كام، وابتدي ان انا ادرس هي التكلفه دي مناسبه او لا. لو حضرتك عايز تفاصيل اكتر ممكن نتواصل بعد المحاضره وارسل لحضرتك البيانات او الحاجات اللي وصلت لها بالتفصيل.
شاكر افضلك، والمهندس عمر يكون شاكر افضل يشير لي الداتا بتاعت حضرتك او الكونتاكت بتاعتك. السؤال الثاني بالنسبه للانرجي سيفنج، طبعا موجود عندنا في مصر بالذات في المدن الجديده، يعني بداوا يتجهوا ليها بشكل كبير طبعا نتيجه استهلاك الكهرباء العاديه من المحطات ومن الشبكات والامور دي كلها، فدخلت عندك طاقه الرياح وطاقه الشمس وطاقه المياه. وطبعا المكان اللي فيه المشروع اللي سعادتك اتكلمت عنه اوريدي متوفر في العوامل دي، فسهل اوريدي انه يتعامل على اللين وفعلا ياخد السكور بتاع اللين فيه، واكيد هو لين يعني اساسا المشروع. مظبوط صح، كل الفكره كلها كان ان هم ما بصوش للجزء اللي هو بتاع الاستدامه قوي. حبيت ان انا في دراستي اوجه ان هل فعلا هو تم بالطريقه المناسبه او التحليل الصحيح ولا كان في مشاكل. يعني كنت فير في ان الماتيريال موجوده خلاص انتوا جبتوها، تعالوا نشوف بقى هل في احسن ولا دي الافضل اللي استخدمتوها، هل دي الأسوأ، هل دي اللي هتدي نتيجه احسن. هي ده كان الفكره كلها اللي بتدور عليها الموضوع. وبعد كده يعني ممكن الطريقه دي نفسها نستخدمها مع بدايه اي تصميم بعد كده او اي مبنى. في حضرتك بالنسبه للتنميه المستدامه في بعض المشاريع الجديده في لها معايير من منظمه الامم المتحده اوريدي، واكيد حضرتك على اطلاع بيها اكيد يعني بحكم شغلك، فاوريدي المعايير ديت طبقت برضو في نفس المشروع معانا بالنسبه للتنميه المستدامه داخل هذا المشروع بناء على تعليمات ومعايير منظمه الامم المتحده. اكترها نظم ميكانيكيه، يعني هم يعني كان المباني كلها يقول لك مثلا نظام التكييف المركزي، نظام مش عارف اللي هو الحاجات اللي بتوفر طاقه بشكل مختلف. تمام، عندك نظم تانية يقول لك مثلا من نظم الاستدامه هو الاستخدام زي مثلا انواع الازاز دوت، فانا بدخل ضوء وبوفر طاقه، ويعني باستخدام الخامات او الخامات اللي هي تعتبر معاد تدويرها. تمام، هي دي الفكره بتاعتهم. ده غير ان هم بيستخدموا البيم، فنموذجه معلومات البناء دي نفسها او التوجه للجزء البنيه التحتيه ديت، فانا اقدر ان انا اقلل من تكلفه المشروع او التشغيل، مرحله التشغيل. سؤال اخير، معلش انا اسف طولت على حضرتك. طبعا جزاك الله الف خير. بالنسبه للانسان اللي يعيش في المشروع بعيد عن موضوع الاصباء والكلام ده كله، عمليه الجو الصحي للحياة في المشروع، أنا ما بتكلمش على الأصباع، بتكلم على الجو الصحي داخل حيز المشروع بالكامل، بره وجوه، اندور واوتدور. طب تاني السؤال بقى إيه؟ يعني هو إزاي أنا أوفر؟ السؤال نفسه، معايير الجو الصحي متوفرة؟ المعايير اللي موفرها المشروع؟ أيوه بالظبط كده. يعني هو كويس إن هو الصوت راح ساعتك. مفيش صوت يا دكتور. لا، كان ممكن ان يبقى في معالجات تانية افضل. في حاجات كتيرة يعني اكيد في نقاط كده معلقة عليها، بس اكيد مش هقولها يعني. خلاص مشروع واتعمل. خلاص ماشي اوكي، خلاص كنا وصلت الرساله ولا يهمك. شاكر افضالك وجهد طيب جدا لتيف بي مرابيا والمهندس عمر والمهندس اشرف ولسعادتك وكل الحضور. هل في اي حد عنده اي اسئله؟ انا حطيت رابط الحضور على اساس الشهادات، وحطيت الرابط بتاع الباشمهندس مصطفى خليل لو حد حابب يتواصل معايا وياخد البرنامج اللي هو برمجه، وان شاء الله في محاضره كمان تلت ساعه هتكون عن المدينه وسيتي اند ميجا ايفنت والاحداث الكبرى، المدينه والاحداث الكبرى. اتمنى حضراتكم تشاركوا فيها باذن الله. هل في اي حد عنده اي اسئله؟ تمام، جزاكم الله كل خير والف شكر لكم، وان شاء الله نتقابل قريبا باذن الله.